السلام عليكم، انا عمر محمد وده فيديو 5 في سي بلس بلس سيريس. في الفيديو ده هنتكلم على الفانكشنز. انا فاتح سورس فايل اللي هو main.cpp. اول حاجه هعمل انكلوجن للهيدر اللي هو iStream، وانا ده بنحتاجه عشان نقدر نعمل input output operations، لان في الديفينيشنز بتاعت الانبوت والاوتبوت ستريمز. اوكي، بعد كده بنعمل using namespace std، ديت ستاندرد namespace ديفاين، تحتها قلنا الاوبجكتس بتاعت iStream. بعد كده بقى هنبدأ ندفاين الفانكشن بتاعتنا. ممكن الفانكشن اعملها على جزئين، اعمل البروتوتايب لوحده واعمل الديفينيشن لوحده، وانا همشي بالكيس ديت. فانا هعمل فانكشن اسمها sum بتريترن void، يعني مش بتريترن حاجة اصلا. الفانكشن name sum، البارامتر ليست بتاعتها هي عبارة عن 2 integers x و int y، بعد كده سيمي كولون. ده اسمه البروتوتايب. البروتوتايب هو ما بيقولكش الامبلمنتيشن بتاع الفانكشن ازاي، يعني مش بيقولك الاوبريشنز اللي بتعملها، هو بيدي ديسكريبشن للفانكشن، بيقول انها بتريترن فويد وان اسمها سم وان البارامتر ليست بتاعتها هي عباره عن 2 انتجرز اكس واي، بيعرف الكومبايلر الفانكشن دي عباره عن ايه كسيمبل، وبيظبط السكوب، يعني السكوب بتاعت الفانكشن دي او الحيز كده اللي هي متشافه فيه اثناء الاكسكيوشن هو اي حاجه تحت الفانكشن، يعني كل الكود اللي تحت الفانكشن هيبقى شايف السم، شايف الفانكشن اسمها سم ويقدر يعمل لها كولينج. فانت بتظبط السكوب بتاعها من اول النقطه اللي البروتوتايب اتكتب فيها اللي هي لاين 6. طيب بعد كده هنديفاين المين فانكشن بتاعتنا، وهي انت بتريترن انتجر، طبعا اسم الفانكشن مين باي ديفولت، امتي بارامتر ليست او فويد، و خلينا نقول السم. طبعا قلنا السكوب بتاع السم خلاص متشاف لان البروتوتايب فوق، فاقدر اعمل لها كولينج جوه المين. فهقول السم وهبعث ال 10 وال 20. طيب فين بقى الامبلمنتيشن؟ الامبلمنتيشن بتاع السم هيتعمل تحت المين فانكشن. هو واخد البروتوتايب كده كنترول سي، البروتوتايب ده هو الهيدر بتاع الامبلمنتيشن او الديفينيشن، فاكتبه هنا، اشيل السيمي كولون، اعمل كورل براكتس واكتب البادي بتاع الفانكشن او الامبلمنتيشن بتاعها. الامبلمنتيشن بتاعها انها هتعمل سي اوت او هتعمل برينتنج اوت، يعني لايه بقى؟ للاكس بلس الواي. بس ممكن نحط هنا كده سترينج يقول سم ايكوال، نحط هنا اكس بلس واي، ونعمل هنا اند لاين ستريم مانيبيليتر. لو رحنا عملنا كلير سكرين وعملنا بيلد، هنعمل رن، الاقي طلع لي سم ايكوال 30. طبعا ممكن نحسن الكود بتاعنا شوية. فانا مثلا نعمل 2 integers int x و y، واقول له هنا سي اوت، طلع له برومبت، اقول له مثلا enter x و y، وبعد كده نعمل scan cn extraction operator ال x extraction operator ال y، ونباص الفاليوز بتاعتهم هنا، فاقول له هنا x و y. طبعا ال x وال y اللي هنا دولت local functions في المين، ما لهمش اي علاقه بالبارامترز اللي هم x و y بتوع السم. اوكي، يعني دولت سكوب ودولت سكوب تاني خالص. ال x وال y اللي هنا ده اسمه بروتوتايب سكوب، يعني هم مش متشافين غير مكان ما هم مكتبين حرفيا، انما ال x وال y اللي هنا دولت ليهم local سكوب، يعني هم اللي متشافين جوه المين. فاي x و y جوه المين مقصود بيها ال x وال y دولت اللي هم defined في اول المين. طيب خلينا نعمل build run، يقول لي enter x و y، فاقول له مثلا 40 50، على ايه عمل calculation و sum equal 90. بكده خلصنا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.